وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم قحطان من مدينه هول انجلترا. انت ليش هنا اليوم؟ اليوم حبينا نشارك المجتمع في مدينة هول التبرع بالدم بمناسبة ذكرى الإمام مولد الإمام الحسين، لإعطاء رسالة أن المسلمين في أوروبا هم دعاة سلام، والإمام الحسين هو مو مجرد للمسلمين بل هو للبشرية جمعاء سلام الله عليه. أنا اسمي أسامة أصوافي، جيت إلى مدينة هول لدراسة الدكتوراه في الكيمياء. اليوم أتواجد في أحد مراكز التبرع بالدم في هذه المدينة لإنقاذ الناس المسلمين وغير المسلمين من خلال هذا التبرع بالدم، واختارنا هذا اليوم حتى يكون باسم الإمام الحسين عليه السلام، لأن هذا الإمام العظيم ضحى بدمه من أجل البشرية، وإن شاء الله احنا سائرين على نهجه وطريقه لخدمة البشرية جماعة بدون استثناء، بدون التمايز بيناتهم، بعيدا عن مذاهبهم ودياناتهم، فقط لخدمة الناس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم قيصر عباس مكي من العراق، من محافظة بابل. جئنا إلى هذا المركز للتبرع بالدم بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وأنا قادم إلى هنا مع زوجتي لكون زوجتي تدرس هنا، وأحببت أن أتبرع بالدم بمناسبة ولادة الإمام الحسين أسوة بأخوتي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اسمي عدنان رسن الطليبات، أنا من البصرة، وأنا مقيم في بريطانيا في مدينة هول تحديدا منذ ما يقارب 8 سنوات. اجينا نتبرع بالدم لما يسمى الـ NHS، وهي يعني النظام الصحي في بريطانيا. تبرع بالدم فتشي سامي جدا، لأن أنت تطي أعز ما عندك، وما نعرف هذا الدم وين راح يروح صراحة، للمحتاجين من الأجانب يعني. فهي رسالة للعالم الغربي وللعالم بشكل عام، إنه المسلمين ناس طلاب سلام، ليس ما يصور بالإعلام إنهم إرهابيين وكذا وهذه، وتحديدا شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام. لذلك إحنا نشارك بهاي الفعالية، والحلو بالقضية إنه التبرع إجا في ولادة الإمام الحسين عليه السلام، اللي هو بضعة الرسول، وأعطى دمه ودم عائلته من أجل الحفاظ على الإسلام، ولولا الحسين عليه السلام ما بقى الإسلام. فأنا سعيد جدا، ورسالة لكل إخواننا المسلمين المقيمين في هذا البلد أنه يحذون حذو هاي الخطوة، حتى نبين للعالم الإسلامي أنه المسلمين وشيعة أمير المؤمنين تحديدا هم ناس طلاب سلام، وناس يعني محترمين، وناس ذو أخلاق عالية. وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حسين علي العبوسي، بمناسبة ولادة سيد بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، جئنا هنا من مؤسسة الإمام الحسن للتبرع بالدم، لتعبير ورؤية العالم أننا نحب الإنسانية ونحب مساعدة الناس، ومحب لإظهار الصورة الحسنة لنا كمسلمين هنا في هذا البلد. وشكرا. اسمي حيدر حميد عبد الله، أنا عراقي عايش في المملكة المتحدة في مدينة هول. جينا اليوم التبرع بالدم باسم وذكرى سيد الشهداء أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. هذا الشخص اللي أعطى العالم يعني أعطى العالم نفسه وحياته وضحى بكل شيء، فهذا باسمه جزء بسيط ساعد العالم ونعرف العالم على رسالة الحسين، رسالة الإنسانية. أو جزاكم الله خير الجزاء، ويا رب إن شاء الله اللهم يوفقنا العمل الخير. نشكر قناة الإمام الحسين على هذه التغطية الرائعة، وإن شاء الله دوام الموفقية. وبهذه المناسبة العزيزة نشكر نهني العالم الإسلامي بمولادة الأقمار الثلاثة، الإمام الحسين ولأخيه الإمام العباس وابنه الإمام السجاد عليهم السلام. شكرا جزيلا لكم.